هذا وأقام صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز مأدبة عشاء في العاصمة البريطانية لندن على شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة. حضر المأدبة من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبان والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ ياسر الرميان، فيما حضر من الجانب البريطاني صاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوك كامبريدج وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين.